تحياتي ليك زميلي العزيز تامر الصقر من هنا من استاد الاسكندريه وفوز نادي الاتحاد على المقاولون العرب باربع اهداف مقابل هدفين ووصول نادي الاتحاد الاسكندريه الى المركز الثاني في مسابقه الدوري العام. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره بنادي الاتحاد مبروك الفوز، ثلاث نقاط مهمين جدا بيصعد بيهم نادي الاتحاد الاسكندريه الى المركز الثاني في الدوري العام. الحمد لله الحمد لله على النتيجه، ما ببصش في موضوع مراكز خالص دلوقتي، انا ببص ان احنا نكسب عشان لما قدام شويه يبقى عندك بتخزن، بيبقى عندك النقط، تبقى لما تبقى خلاص بتحسم تبقى انت في مكانه كويسه. فاحنا بنلم نقط، بنحاول نجتهد ونحارب في كل ماتش. الحمد لله على الماتش صعب جدا، بص ما فيش، انا وبقولها كل مره دوري صعب، وكل ثلاث نقط في كل ماتش ثلاث نقط بيفرقوا كتير جدا وصعبين جدا. ويعتبر ان الدور الاولاني ده كده خلص، لسه الدور الثاني، فالدور الثاني هيبقى اصعب، لان الفرق كلها طمعانه في بعض، وكل الفرق المستويات قريبه ورغبه الفوز قريبه للكل او موجوده في الكل. فعشان كده ماتشات صعبه، المنافسه صعبه، كله بيجري في الملعب، كله عنده لعيبه كويسه، اللي عنده شغل اكتر واللي بيفكر اكتر واللي بيدرس كل ماتش اكتر اعتقد هو اللي ممكن يعد مع التوفيق نمره واحد. طبعا توفيق ربنا نمره واحد. بس ما لقيتش من اول خمس دقايق يا كابتن؟ لا والله ما لقيت، بس احنا حصلت معنا اكتر مره، هي في ساعات قفلت معنا في ماتشات كنا احنا اعلى اسوان، وكان امبي باين وامبي غريبه جدا يعني، فاحترامي ليهم ما ينفعش يكسبوك يعني، ما ينفعش النقطه تضيع مننا في الماتشات اللي احنا اللي قلنا عليها. انما عندي ثقه ان لسه بدري اولا، وبعدين حاسس انت فرقتك واقفه على رجليها يعني، احنا واقفين على رجلينا مش 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 مش, مش قلقان، بس هي قلقان من حته عدم التوفيق. بس انا اكلمك عن المركز الثاني، بتقولي انا ما بفكرش فيه، لكن وجودك في المركز الثاني بيديك ثقه كبيره جدا، بيدي اللعيبه ثقه كبيره جدا، بيدي الجمهور ثقه كبيره جدا، وللاداره ايضا اكيد. لا بتدي ضغط، هي ثقه بس الضغط عليك اكتر، بتحط اللعيبه تحت ضغط. انا بالنسبه لي جاهز، واحنا ما يعني مش اللي هو لا، انت كنت لعبت مراكز على طول في مربع قبل كده، بس المشكله ان هو بيبقى في ضغوط من ضغوط من الجمهور بتاعك، ضغوط عليك من انك انت عايز تحافظ على المكان اللي انت فيه. كله بقى يعني المنظومه بتاعتك نادي الاتحاد بقى خلاص عندهم خلاص بقى ان احنا لازم نبقى هنا، فاهمني؟ فهو ده الضغط هيبقى ما. فان شاء الله واحده واحده، احنا زي ما قلت لك قبل كده واتكلمت قبل كده، احنا الحمد لله ان انت عندك بتطلع خطوه يعني، مش بتطلع فجاه زي الناس بتطلع وتروح واقعه، فانت ماشي واحده واحده وبتشوف كل حاجه. شفنا كل حاجه، شفنا البرد والحر، وشفنا عدم التوفيق، لا ما كانش على شفنا كورونا طبعا واصابات كتير، انما قصدي شفنا حته عدم التوفيق، وشفنا ان الفرص ضاعت، وشفنا ان ممكن ماتشات نقط ضاعت منك بسهوله، وشفنا انك انت في ماتشات قليله انك انت يعني ما كنتش 100%. فالحمد لله احنا ماشيين خطوه خطوه دلوقتي بشكل كويس، وهنحافظ ان شاء الله على اللي جاي باذن الله، لان اللي جاي صعب، الدور الثاني صعب جدا، فمحتاجه بقى انت بالقوه بتاعتك وبالشراسه بتاعتك وبالرغبه والطموح انك انت بنادي الاتحاد عايز تبقى موجود في مربع ان شاء الله، هنحارب ونسعى عليها اكيد، ربنا بقى هو التوفيق بتاعه يعني. مبروك يا كابتن. حبيبي الله يبارك فيك، ربنا يخليك. كل الشكر للكابتن ابراهيم حسن مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري من هنا من استاد الاسكندريه بعد الفوز على المقاولون العرب اربع اهداف مقابل هدفين. عوده ليك مره اخرى زميلي العزيز تامر واستاد مصر.